الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها البحرين حاجزا، أإله مع الله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، أإله مع الله، تعالى الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Inshallah, we can't put there is $12. Inshallah, we will have a box upstairs for that, and then we will assign the box toward on the right hand side. Imagine the gray box will be, of course, the capital will be labeled accordingly, inshallah, tomorrow. So we will have separate boxes for the capital, so we can distribute it, inshallah, accordingly. It's $12 per person. Inshallah, we will start our Hajj night this Wednesday morning at 2:45, and it will be for the last 10 nights. So our people, inshallah, will have a setting for them.
And you need to arrive, if you're doing the 10 nights, you need to arrive before Maghrib, that's the Sunnah. So if you're planning on doing a cup of the 10 last 10 nights, please arrive before Maghrib, because after Maghrib, the Sunnah is before Maghrib. That the Hajj, inshallah, will be at 2:45, and then we'll have support after. And we need volunteers for support, so if you're available or you have time, we need a couple of sisters and a couple of brothers, inshallah, to help us arrange for the support every night for the last 10 nights. And then for the kids, we will have Hajj on Fridays, inshallah, they can stay, after Taraweeh till Fajr. They have to be 16 plus, otherwise they have to have a parent with them or a guardian. JazakAllah. Alhamdulillah, we've reached the 20th juz of the Qur'an. Inshallah, today we'll be completing Surah Al-Naml, and then we'll be going on to Surah Al-Qasas, and finishing off with Surah Al-Ankabut. And today I just wanted to talk to you about a section from Surah Al-Qasas. So, as many of us, we know this surah is predominantly about Musa alayhi salam and his situation. And now when it comes to marriages, you all have a story, right? So for all the parents, I remember my parents, my dad telling me, yeah, when I met your mum, we all have that marriage story. And subhanAllah, I just want to share with you Musa alayhi salam's story, because it's very amazing. He went from one extreme to another. So let me just begin. Imagine the situation. So he's on the run now. He's on the flee, we know, from Fir'aun. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. This person, he's coming from the edge of the city. And he's an advisor for Musa, and he says, they're looking for you, all the people, you've got a wanted sign on your head. So flee now. So Musa alayhi salam, he runs. He flees from the city, and he reaches a place called Madian. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. So now he reaches this place, Madian. ولما ورد ماء مدين. Now he sees this big water, a meridian, water, river. And he sees the flock there. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. And he's saying to him that hopefully Allah subhanahu wa ta'ala, he paves the bad way for me. I made a mistake, we all know. وقضى ربك. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. He accidentally killed the person. So now he's asking Allah subhanahu wa ta'ala, hopefully now it's positive from here. I made a mistake, it's positive from here. So then, when he reaches this water, he sees two women. إِمْرَأَتَانِ تَذُودَانِ. So these women amongst the men, they're trying to jostle in there and give water to that flock. It's a bit difficult because they didn't give it shy. There's all the men around them. So Musa alayhi salam, out of his politeness, he says, what's the situation? What's the issue? Can I help in any way? قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْلِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَ فِيكُ كَذِيرٌ. So they give the response. So they say that we can't seem to get around these men. We're just waiting for them. And the reason why we're here is because our father is old. So now I just want to have a disclaimer here. That the women, they've given their visa. At that situation, there's all men around them. And in Islam, for women to go out and to do things, there's no issue in that. And this is the truth. There's no issue because there's a need here. Sometimes you get people, you get both ends of the scale. You get some people that think that, okay, women can't go out, they can't get education, they should stay in the home, and they're very, narrow-minded. It's not part of Islam.
If that was the case, then we wouldn't have got half the hadith and most of the hadith from Sayyidina Aisha. And then on the other side, we live in an era of feminism, right? Where, you know, the role of the woman is completely changed now. Where there's imbalance. Even when it comes to marriages, there's imbalance. Why do we think that there's so many like divorces and things today? Because within the relationship, there's an imbalance that the man who wants to be the breadwinner, and then the women, they want to be the breadwinner as well. So then now there's a clash. There's a clash. But Allah subhanahu wa ta'ala has created it that there should be a balance between the two. That the man has to understand what he needs to do for the relationship, the woman needs to understand. That's why when we look at certain roles, like mothers, they have the certain nurturing features which a father could never give to his child. Right? And similarly, a father, he's got that discipline which a mother could never give to a child. That's why I remember watching one video about an Australian woman. So she had two lesbian mothers. So then she's having like an interview, and she's saying that my biggest regret in my life is that I never had a father figure to discipline me. I had all that nurturing, but I never had that father figure to discipline me and, you know, to put me in my place when I was wrong. But Allah subhanahu wa ta'ala has created nature in that way, that the father has this disciplined teacher and the mother has this loving kindness. So the thing we need to understand, this is what, for everyone, the point is that Islam creates balance where there's a need, of course. But we as parents, as mothers, fathers, we need to understand our role for our children. That on the day of judgment, if you haven't, you know, put in the effort for your children and given them that right upbringing, Islamic upbringing, you could have given them all that education, but if you didn't give them that correct tarbiyah in the days when it was vital, when they were 7, 8, 9, 10, 11, 12, and you didn't facilitate for them to learn the Quran about Islam, then you will be, and I will be held accountable for that. Because it's no one else's responsibility. It's you and I. It's your responsibility. It's your responsibility. So, the point I wanted to make is, and the final point, that now Musa alayhi salam, he helps these two women. And he helps them water their animals. So they go on. And they say that actually, we want to hire you. We want to hire you. So they take him and they go along all the way to his father's house. To their father's house. And now they look for him. So he said, what does he say? And this is a very lucky point as well. He hears that, you know, this gentleman, this person, this stranger, he's helped his daughters. So he's feeling like, oh, this is a good person actually. So he says to him, قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ نِجْرٍ. You've been a good guy. I see your personality. I want to give you one of my daughters. Because he looked at the person's character. Imagine, he didn't know the person, but because of his lovely character, he thought that, no, this person is right for my daughter. And this is a lesson for all of you and I, all the fathers out here today with daughters, that we don't live back home. We don't live in Palestine. We don't live in India and Pakistan where everyone's from the same ethnicity, or everyone's from the same background, or everyone's from the same village. People don't have families here. Right? People don't know. Genuinely, people don't know other people. They find it so difficult. I know a few young brothers, they come to me, they're like, we don't know how to get married. It's so difficult. Like, these people, because they're from a different culture. But what did the father of these two women say? So, you've seen their character. You've seen that this is a decent person. You've seen enough of him. This is good enough for us. And this is a message for us as well. That this is going to happen, situations like this are going to happen. And we have to make it easy for our younger generation. The times have changed. We have to change as well. But it's important for my younger brothers as well. We can't just expect that without a job and without any income, someone to present their daughter to us. That's not reality, my younger friends.
that we have to actually be mature about it, and we have to, you know, we have to prove that we can take care of the family. Yeah, you can, it works. There's two sides of the coin, right? You can't just say that, yeah, no, you know, the Sahaba did it this way and they just presented their daughters because of that. No, it works in both ways. You have to be a man, you have to man up, and you have to show that I can prove. Then inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will put it into his parents' hearts that you know, he allows, and they allow it to facilitate it. But this was the two lessons that I wanted us to take from this Surah Al-Qasas. That number one, as men and women, we have to be balanced in our approach, in our thinking. And number two, as parents, let's facilitate marriage. Let's make it easy for our daughters and children. Why are we making it difficult? If we make marriage difficult, then we're making zina easy, and that is the fact. It's easy. Go on Instagram, for them to go on Instagram and Twitter, and to go behind your back and have relationships. Would you rather have that? Or would you rather have a halal nikah from 21, 22, where you will be happy, you know what your children are doing? Think about it. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us a true understanding, subhanahu wa ta'ala. إلى صلاتكم في صلاة السنة إن شاء الله. صلاة القيام أثابكم الله. استووا استقيموا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا
من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طاسين
تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة
أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في
من هذه الدنيا لعنة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.